الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. والفقره الحواريه الثانيه من برنامج الاهلي ليله في حلقه يوم الخميس ختام الاسبوع. واحنا دايما معودينكم في حلقه ختام الاسبوع يوم الخميس في الاهلي ليله دايما بيبقى عندنا فقره اساسيه وثابته في موضوع الاعلام الرياضي والنقاد الرياضيين وحديثهم ورؤيتهم للاحداث الرياضيه الموجوده على الساحه خلال الفترات الاخيره. والاحداث الرياضيه حديث منها متعلق بالامور الفنيه والمباريات اللي بالتاكيد بياخدها النادي الاهلي في هذه المرحله، وايضا القضايا الرياضيه اللي ممكن تكون موجوده على السطح في الساحه ومحتاجين نتناقش فيها ونشوف احقيه النادي الاهلي فيها بشكل قانوني او بشكل عام. الاطر اللي ممكن المسؤولين او القائمين على اداره الكره في مصر ازاي بيناقشوها في الفتره القادمه. احنا في النهايه بيهمنا ان يكون في حياديه وعداله بين كل الانديه في الفترات القادمه طالما هناك نظام ولوائح وقوانين بيسري على الجميع، وده شيء مهم جدا في عالم الرياضه بشكل عام وكره القدم بشكل خاص. لذلك كل هذه التفاصيل هتكون النهارده معايا في هذه الفقره، واللي بيشرفني وبينورني فيها كاتب صحفي كبير ورئيس القسم الرياضي بجريده الشروق الناقد الرياضي الاستاذ خالد الاتربي. استاذ خالد اهلا بيك، منور الدنيا. اهلا بيك يا استاذ محمد، منور المكان ودايما قناتنا الاهلي منوره. الله يخليك، وطبعا بالتاكيد عندنا امور كتير عايزين نتكلم فيها ان شاء الله. والبدايه بانتصار الاهلي على دجله، انتصار كان مميز جدا، وميزه الانتصار مش في الثلاث نقاط او الثلاثه اهداف، لا في امور ايجابيه انت حتى على المستوى الشخصي رصدتها بعد المباراه بالامس. بالظبط، احنا لو قلنا ان دايما المباريات المحليه او مباريات الدوري المحلي هي اللي بتجهزك للبطولات الافريقيه، يبقى مباراه وادي دجله دي هتبقى افضل مباراه يمكن من المباريات للنادي الاهلي طول الموسم او من ساعه ما بدا الموسم. تمام، اقول لك ليه. لان النادي الاهلي من وقت ما تولى رينيه فايلر الاداره الفنيه للنادي الاهلي وهو قادر انه يبسط سيطرته او يطبق فكره زي ما بيقول دايما الوحده الواحده في كل المباريات، بمعنى ان الفريق كله بيهاجم وقت ما تكون الكره معاه، والفريق كله بيكون تحت الكره وقت ما الكره او الكره تكون مع المنافس. وطول الفتره اللي فاتت حتى في مباراه النجم، طول الفتره اللي فاتت كان النادي الاهلي هو المتحكم في الريتم، هو اللي دايما قادر يطبق ده، كان محافظ على ايقاع المباراه. بالظبط، حتى لو بقول لك حتى مباراه النجم اللي انت خسرتها النادي الاهلي خسرها، هو برضو اللي كان شايف واللي كان متابع بيلاقي النادي الاهلي هو المتحكم، هو المسيطر، هو المفروض دايما زمام البدره معاه، دايما حاطط الفريق المنافس في نص الملعب بتاعه. الا امبارح، الا مباراه وادي دجله، لما قابلت، ودي كانت تجربه مهمه جدا، لما قابلت فريق زي ما بنقول بيعمل استريتش للملعب وبيضيق المساحات، بدات تحس بصعوبه في تطبيق الطريقه دي. هنا بقى كان بالنسبه لي التحدي، بمعنى هل فايلر عارف او معلم او مطبق مع اللعيبه لما ما نقدرش نطبق الخطه لظروف ما، هل هيكون في بلان بي ولا لا؟ هل في خطه بديله ولا لا؟ وده اللي ظهر في الشوط الثاني. ليه؟ اقول لك ليه. خلينا بس نرجع لقصه المباريات او الفرقه اللي بتضيق المساحات واللي بتلعب او بتمرر كره سريعه. مع الفوارق اللعب امبارح كان تقريبا زي سان داونز او زي مازيمبي او زي الترجي، ودول يعتبر ابرز اللي هيكونوا منافسينك في بطوله افريقيا. انا قلت اول كلمه مع الفوارق. مع الفوارق، مع الفوارق الفنيه طبعا، مع الفوارق الفنيه والبدنيه حتى. لكن الطريقه متشابهه، وهي انك بتهاجم الاهلي، هي انك بتلعب كوره سريعه، هي انك بتضيق المساحات على لعيبه الاهلي وعلى وبتضيق المساحات ليك انت، ان انت الكوره بتمشي بسرعه. ده دايما طريقه لعب الثلاث فرق ابرز منافسينك في بطوله افريقيه. وبالتالي انت لو ما كنتش باين لك استراتيجيه بديله كان بالنسبه لنا هيكون في ازمه للاهلي الفتره اللي جايه. لكن الراجل تغلب على ده في الشوط الثاني بتغييرات هايله، بتغيرات. وكمان هو حتى نفسه في تصريح قاله بعد المباراه، احنا غيرنا خطه الماتش او خطه المباراه اكتر من مره، وده يبين لك ان هو راجل فكره مش جامد، فكره مش ثابت، يعني مش هو حافظ، عنده مرونه. بالظبط، مش هو حافظ خطه معينه او عنيد. لا مش عنيد. اه لو عنيد هيفضل متمسك برايه ويفضل يحاول يضغط على لعيبته، وان هما لازم تطبق، لازم تطبق. ما ساعات لما بتحس ان الفريق اللي قدامك مش سامح لك انك تعمل كده، لابد ان انت بقى اللي تبغته. يعني هو عامل حسابه نفس النقطه اللي انت بتقولها، عنيد. هو لعب على الحته دي، لعب على انت هتفضل متمسك بخططك وتفضل متمسك، لانك قدرت انك تعمل ده طول المباريات اللي فاتت ما يقرب من 11 10 مباريات.
بره وجوه، فانت قادر تعمل ده. فهو لعب على انك مش هتبدل، لعب على انك ماسك خلاص. انت بقالك 10 ماتشات، بقالك شهرين ثلاثه بنلعب بنفس الشكل، مش هتغير. مش هتغير 45 دقيقه مش هتغير، لكن هو نزل عمل تغييرات، مش تقليلا من اللعيبه اللي كانت موجوده في الملعب، لكن عمل تغييرات تخدم الخطه الجديده اللي هيلعب بيها. فخرج وليد سليمان، المفروض وليد سليمان طبعا خبره وكل حاجه طبعا، لكن هو شاف اللي يخدم ادواته، فنزل وليد ازارو جاب جول. وعلى فكره وقلت معاك في الحلقه اللي فاتت كنا مع بعض، قلت لك ان وليد ازارو جاي، وليد ازارو جاي مع المدير الفني فايلر، لانه هو راجل، وهنتكلم في النقطه دي بعدين اكيد، انه عارف ومالك ادواته بشكل كبير، وقدر يعني يستنفر قوى لاعبين كثير كانوا. هو خلينا نخرج بس بره السياق شويه، هو الفريق ده الموجود ده ايه الاضافات اللي اضافت عليه من فريق لاسارتي، اهلي لاسارتي؟ لا يعني اعتقد قفشه لا امور بسيطه جدا، مش هو مش التغيير الشامل يعني اللي يعمل الطفره اللي انت شايفها دي. اذا ده راجل قدر يستخدم ويوظف الامكانيات بتاعته. هو مش حسين الشحات، كان الفتره من الفترات كانت قال لك هو فين حسين الشحات اللي انت اشتريته بمبلغ قد كده، فين رمضان صبحي اللي انت اشتريته ده، بس المبلغ ما طلعش قد كده بالمقارنه مع مبالغ ثانيه. انا بتكلم ساعتها وقتها انا كنت بكلمك على وقتها. شيء يذكر يعني. طبعا، ما اي كلام بيتقال اي كلام بيتقال يعني. ما هو بص، هو النادي الاهلي دايما مسار، هو ده جاي بكام وده جاي بكام، وفي الاخر بتلاقي حاجات تانية جاب حاجات عظيمه خرافيه وخياليه وهم مش موجودين على ارض الواقع اصلا. يعني هم مش موجودين على ارض الواقع. خلينا بقى في موضوعنا، ان زي ما بقول لك ان اهلي فايلر اختلف كتير، مع ان هي نفس العناصر، وده بيبينك ان في فرق كبير في التعامل النفسي والبدني، لان انت بدني برضو مختلف. بدني مختلف، واللي اكد لك انك بدني مختلف انك بتقدر تطبق خطه زي الخطه الصعبه اللي بيطبقها فايلر، والدنيا ماشيه كويس وبسلاسه، البديل زي الاساسي، وبتقدر تعمل مرونه تكتيكيه وخططيه جوه الملعب في وقت انك حسيت ان الاهلي اتفاجئ هيغير ازاي. هو ده اذا انت شفت كده ان في اوجه اختلاف على الاقل نسبيا عن مباراه الهلال السوداني. طبعا. بص، بدايه الشوط الثاني للهلال السوداني تقارب كثيرا بدايه الشوط الاول للاهلي ودجله. بمعنى انت في الهلال السوداني الشوط الثاني تركت، خد بالك، تركت مخيرا، يعني ايه؟ يعني مش مجبر، انت اللي تركت. تركت زمام الامور، وتركت انك خلاص انت تخليت عن فكره انا ضاغط على طول الوقت، لانك خلاص نهيت الشوط الاول 2-0، الدنيا مريحه، وانا خلاص اخدت ده فكر اللعيبه، خدت اللي انا عايزه ومسيطر ومطبق كل حاجه. هنا نفس القصه برضو. نفس القصه هنا، انت نازل وانت حاسس، وده برضو اللي فطن ليه المفروض فايلر، الفريق نازل وعارف او حاسس ان هو يجيب جول لحظه. عشان كده زي ما بقول لك، سمحت الفريق المنافس ان يدخل معاك الجيم، وبالتالي ما فرضتش الاسلوب اللي انت مطبقه طول 10 مباريات. لكن التجربه مفيده جدا يعني، جايه في توقيتها كمان. عشان كده قلت لك انا من اهم المباريات اللي الاهلي لعبها الفتره اللي فاتت هي مباراه وادي دجله. اهم من ناحيه مش النتيجه، لا، احيانا كتير جدا مكاسبك من المباراه ممكن تكون حاجات تبقى اعلى كتير جدا من النتيجه. النتيجه احنا ان شاء الله كنا واثقين ان الاهلي يكسب وادي دجله، وقادر النادي الاهلي يكسب اي مباراه في الدوري. ده شيء دي من المسلمات. النادي الاهلي معروف خاصه في الفتره دي نمسك الخشب، يعني ان هو معروف المرشح الاول للفوز بالمباراه هو النادي الاهلي، ودي مش ذريعه للاعيبه النادي الاهلي ان هم يتعالوا على الكوره او ان هم عارفين ان هم يكسبوا المباراه. لا، في معطيات بتقول لك 1 و1 بيساوي 2. طيب، مع المعطيات والايجابيات دي كلها برضو كانت في امور جوه الملعب. فايلر حتى في المؤتمر الصحفي اتكلم عليها وقال الاخطاء او السلبيات هعالجها الفتره الجايه، في فكره تضييع الفرص الكتيره اللي كانت بتحصل حتى في مباراه الهلال واتكررت في مباراه دجله، الناحيه الدفاعيه بعض الكرات كده اللي ممكن تعدي والفرق الثانيه بتستفيد بيها، الحمد لله يمكن الشناوي قايم بدور كويس، الكرات ممكن يكون فيها اهدار للفرص حتى للمنافسين، فبتطلع حتى وانت محافظ على شباكك. لكن بعض النقاط السلبيه دي اعتقد فايلر حاطط ايده عليها وبيحاول قدر الامكان يحلها، مع تفكيره في نفس الوقت انه يستفيد بخط الدفاع في امر ثاني مع الدور الدفاعي الاساسي اللي بيقوموا بيه. خليني اقول لك بس في نقطه مهمه هنا، هي نقطه، وهي لما تكون انت زي ما بقول لك
تجبر على عدم تطبيق فكرك في بدايه المباراه في التوقيتات اللي زي كده، لابد انك لما تتاح ليك الفرص تسجل، ده لازم، لانك لو سجلت هتقدر ترجع للجيم او ترجع تنفذ فكرك من اول وجديد، هتربك حسابات المنافس، هيضطر ان هو يفتح خطوطه اكتر بدري، فانت هتطبق اكتر، هيكون عنده اندفاع انت ممكن تقدر تستغل ده. فلما المفروض، وعلى فكره زي ما انت قلت وهو قبل كده قايل انه لازم يشوف حل في موضوع عدم تهديف المهاجمين، الكلام ده كان قبل تسجيل وليد ازارو في مباراه بني سويف، دايما كان بيقول عنده مشكله في ان المهاجم الصريح هو اللي يسجل. دايما اهداف النادي الاهلي كلها عن طريق الاجانب، دايما من المهاجمين الوهميين، انما المهاجم الرئيسي والاساسي صريح. في شويه عدم توفيق، خلينا نقول عدم توفيق، وان الامور ما كانتش مظبطه معاهم او مظبوطه معاهم، بدا وده موجود في الكوره على فكره طبعا، طبعا عنصر التوفيق ده مهم طبعًا. جدا مع شكل بقول لك ايه، بدا زي ما بقول لك يلعب على العامل النفسي بالنسبه لازارو، فبدا يسجل. فلما سجل في بني سويف كان هو متعطش انه يسجل، ما شاركش في الهلال، دي وجهه نظر المدير الفني. ازارو زعل، ليه زعل؟ لانه حاسس ان خلاص زي ما بيقولوا المكنه بتطلع قماش، فخلاص بعد كانت فتره طويله ما بتجيبش اجوان، بدا يجيب، فانا عايز ايجابي ان هو عايز يلعب، عايز يلعب، ده حاجه ايجابيه، عشان كده نزل المباراه امبارح وجاب، وعايز يجيب بالظبط يعني. عشان كده بقول لك هي الفكره، هو المدير الفني عارف بيحرك اوراقه وادواته امتى وازاي. طب قبل الدخول في قصه المدير الفني وازاي بيشتغل على ادواته واللاعيبه اللي معاه، عايزين ناكد على جزئيه مهمه جدا يا جماعه متعلقه حتى بوليد ازارو. ان امبارح سمعت تصريحات كتيره لوليد ازارو، وفي ضغط، تحس ان كده ان الجمهور او السوشيال ميديا ضغط على وليد بشكل كبير جدا. وليد ازارو يا جماعه، انا يعني مش هقول انا او وجهه نظري، بالعكس مش هي كده خالص، الارقام هي اللي بتقول بدايات وليد ازارو مع الاهلي من افضل البدايات لاي لاعب اجنبي او اي لاعب كان متواجد في هذا المركز من خارج النادي الاهلي خلال السنين كتيره اللي فاتت بالمقارنه بلاعبين اخرين. يمكن اقربهم مثلا لو بنقارن لاعبين اخرين ممكن نقول امادو فلافيو وفيليكس في فتره التسعينات، دول اقرب اللاعبين اللي ممكن يكونوا بنفس مستوى التهديف لوليد ازارو في البدايه. لكن وليد ازارو بدا بدايه قويه جدا، ولو في موسم غير موفق لكن لا اختلاف على قدراته الفنيه والبدنيه، وانه لعيب فايتر وعنده قدرات كبيره جدا، ولعيب ليه امكانيات كبيره، لانه كمان انت جاي فيرويد ما لعبش يا خالد غير سنه في دوري المحترفين في المغرب، وكان قبل كده موجود في دوري الهواء، ما عندوش مشوار دولي مع منتخب المغرب زي لعيبه ثانيه جت حتى في الدوري المصري وما ظهرتش اصلا على الساحه. لا، هي الناس بتقيس بفكره ان وليد ازارو وصل لمرحله ان هو بقى هداف الدوري. هي الناس بتقيس بده، بس الناس لازم ان هي تقيس برضو ان كل مهاجم ليه فترات صعود وليه فترات هبوط، ده لازم طبيعي. زاد الكلام لان الفتره طولت شويه، هو وليد قعد لفتره طويله حاطط نفسه تحت الضغط، انا هسجل امتى؟ انا لازم اسجل، الكلام كتير. من وقت ما هو بدا يحس او فايلر يحرره من النقطه دي الضغوط، طبعا الوضع اختلف. يعني لما خلاص هو بدا ان هو يريحه خالص وينزل ويحسس المتفرج ويحسس المشجع، وده مهم جدا ان وليد نازل مش في توقيت ان الفرقه مضغوطه فيه او الفريق عايز يسجل فيه. يعني دايما كان وليد ازارو لما بينزل وكان هو مهاجم اساسي عليه عبء كبير جدا، يعني فتره عدم التوفيق بتاعتك لما تكون عليك انت عبء بتاثر طبعًا. بتاثر بشكل كبير طبعا، بتاثر حتى في تركيزك في الشغل. هنا بقى دور المدير الفني الفاهم والواعي امكانيات المهاجم او اللاعب اللي قدامه، زي ما حصل مع ياسر ابراهيم، هنيجي القصه دي. امكانيات اللاعب اللي قدامه دلوقتي اعتمد على اساسي وهو غير موفق، فزي ما بقول في بلغه الكوره احرقه ولا اصبر عليه وادي المسؤوليه لواحد تاني قادر انه يشيلها، وواحده واحده ارجع اللاعب بتاعي. هو ده اللي عمله فايلر مع وليد ازارو، واللي بيعمله مع ياسر ابراهيم لعيبه ثانيه في مراكز ثانيه، واللي بيعمله مع لعيبه ثانيه في مراكز ثانيه بالظبط. كل لاعب موجود في النادي الاهلي هياخد فرصته وبياخد فرصته، لان الراجل ده الموسم طويل، لسه بدري، طويل جدا. ضغط المباريات بيجبرك، مش هنقول لا قدر الله انه غصب عنك هيحصل اصابات، لا، بيجبرك انك لازم تريح بعض لعيبتك الاساسيه علشان المفروض تتجنب فكره الاصابات العضليه اللي دايما كانت بتهاجم لعيبه النادي الاهلي، علشان النادي الاهلي دايما مطالب انه يكسب. وخد بالك انك تكون مطالب انك تكسب، ده بيحتم عليك ضغوط نفسيه وفنيه وبدنيه كبيره. حقيقي. دايما الناس بتقول هو ليه لعيبه الاهلي اصاباتها العضليه كتيره؟ ما هو لعيبه النادي، ما الضغوط الموجوده على لعيبه النادي الاهلي مش موجوده على لعيبه في مصر كلها.
ده حقيقي فعلا. ايا كان منافسينك كل الضغوط ده مش ذريعه او تبرير للاصابات الاهلي، بس لازم تحط في بالك ان كل الضغوط الموجوده على لعيبه النادي الاهلي مش موجوده في اي فريق تاني. انت طالب مني ان انا ادخل كل امتحان واجيب فيه الدرجه النهائيه واجيب، مش طالب منك انك كل امتحان لا كل لا لا استنى استنى, استنى استنى بس مش طالب منك انك كل امتحان تنجح فيه وما بيحصلش وبعديها لك. في فرق، جماهير الاهلي ما بتقبلش، اي جماهير تانيه ممكن تقبل تمام، انما جماهير الاهلي ما بتقبلش ان هي الفريق يطول في الموضوع ده. النادي الاهلي ما ينفعش يقعد سنه وسنتين وثلاثه من غير بطولات، او مثلا يطلع ببطوله ضعيفه، لازم على الاقل يكون معاك دوري. ده الفرق. طيب في رقم رصدناه وانت بتتكلم في اول خمس مباريات نسبه التهديف عليه، دلاله نسبه التهديف العاليه دي معناها ايه؟ هي زي ما بقول لك انك متحكم في الريتم في كل الامور في كل المباريات. عشان كده ودايما هو نزعته هجوميه واضحه النادي الاهلي. بص دلالته ان الراجل ده عرف هو بيدرب مين. ده دي اول حاجه. طبعا كده دايما ذاكر المشروع اللي هيشتغل عليه. انا ما بحبش اتكلم عن اللي فات، لكن كانت من ضمن الحاجات اللي احنا كنقاد رياضيين بننتقدها في لاسارتي انه كان دايما يطلع يقول لك انا مش هكسب كل المباريات. عارف انت يعني انت مش عارف انت بتمسك مين. الراجل عرف حجم الفريق اللي بيدربه، ذاكر عرف عرف ان المفروض ان الفريق ده مكانه هو اول قاره. الراجل عارف ان ما ينفعش انزل مباراه الدوري واكسب واحد واثنين، مع ان ده وارد وهيحصل. هيحصل انك بس يبقى بالظروف خارجه عن ارادتك، لكن هدفك الاساسي انا النادي الاهلي بنزل اجيب جون واثنين وثلاثه يمكن اربعه. ده الطبيعي للنادي الاهلي، وده الطبيعي للعناصر الموجوده في النادي الاهلي. بص على العناصر الموجوده في النادي الاهلي، وعايز اقول لك على حاجه. النادي الاهلي اختلف كثيرا عن الفتره الماضيه عن حقبه كده معينه. النادي الاهلي بدا يدور على احتياجاته ويجيب فيها اهم اللعيبه. النادي الاهلي بيتعاقد مع اصول يا محمد، ما تاخدش مع صور، بمعنى بيتعاقد مع لاعب عارف امكانياته وعارف ان هو هيكون مؤثر، مش صوره، مش شبح موجود ان هو خلاص حلمي يتحقق بان موجود في النادي الاهلي. لا، بيتعاقد مع اللاعب اللي حلمه بدا من دخوله النادي الاهلي. في فرق كبير جدا بين المعنيين. هو ده او هي دي النوعيه اللي النادي الاهلي دور عليها الفتره اللي فاتت. فلما تيجي تكلمني وتبص في المراكز بتاعتك هتلاقي باستثناء بعض الحاجات اللي عايزه رتوش تتظبط، لا النادي الاهلي اختلف وكل العناصر الموجوده اللي فيه اختلفت. فبالتالي لما تطمع انك تكسب اثنين وثلاثه واربعه ده طمع في محله، مش حاجه من قبيل الاحلام. لا، دي امكانياتك اللي انت المفروض تلعب عليها، وده طيب. ايمانك ومعتقدك المفروض يكون موجود. طيب ده يخليني اسالك سؤال وانا سالته لك في حلقه قبل كده، بس خلاص بقى احنا الايام بتمر ودخلنا في اكتر من 3 شهور و11 مباراه، هل لسه الوقت مبكر للحكم على فايلر؟ السؤال اللي بيتسال دايما كده في اي مباراه قبل ما يلعبها. طب بدي هناك السؤال، هو فايلر لعب كم مباراه مع النادي الاهلي؟ تقريبا 11 صح؟ اعتقد ان نفس العدد ده اقيل او اقل منه اقيل بيه مدربين في الدوري كله. مظبوط. انديه كبيره وانديه صغيره. طب لما هو مش حكم ده حكم في اوروبا كمان وهنا وفي مصر. بس انا بقول لك على حتى ده حتى في اوروبا كمان. طبعا. فلما تقول لي ان لسه الوقت مبكرا للحكم على فايلر، خلاص كان لسه الوقت مبكرا انك تقيل اي حد. الجواب باين من عنوانه. هو طالما ما هو نفس الفكره، خلينا في الدوري بتاعنا، مش نفس الدوري بتاعنا ده اقيل منه مدربين وكبار بالظبط. طيب على نفس المعايير ونفس البطولات اللي انت بتشارك فيها اقيل منه مدربين، طب خلاص يبقى كان الوقت مبكرا ما كنتش تمشي اي حد مدير اي مدير فني. لكن يبقى طرح السؤال هو ازاي ومعناه مش هيبقى لائق اصلا بعد هذا المشوار من الدوري. بص اللغه السيده والمهم هي لغه الضعيف دايما هي التشكيك في القوم دايما. كنت لسه اقول لك لغه مين. هو محاوله انا مش قادر اجاريك فحاول اجيبك لمنطقتي. ده اي حد ضعيف ايا كان، اي حد بيشكك هو مش قادر ان اجاريك. فهو دايما طب ما خلاص يا سيدي يا تعمل زي يا خليك تكلم. بص النادي الاهلي دايما ماشي في طريقه، ماشي في طريقه دايما. هو كلام، الموضوع كله في الكلام. طيب في نقطه مهمه جدا، هل في اختلاف دلوقتي بين الدوري وافريقيا؟ الدوري هو اللي بيجهزك لافريقيا. بيجهزك لافريقيا طبعا، مع احترامنا الكامل لكل الفرق في الدوري. النادي الاهلي لا برضو ده مش عايزين يكون ذريعه للعيبه،
ان انك نازل كسبان، لا بس طبعا زي مباراه دجله اللي اتكلمنا عنها دي مباراه كشفت لك بعض الحاجات فجهزت لك مباريات صعبه، مباريات كره سريعه، مباريات انك ما تقدرش تطبق فيها خطتك، فبالتالي هتقدر تتعامل ولا لا، والراجل قدر يتعامل تمام. فلا طبعا دوري مهم جدا، بس انا شايف اهميته الكبيره انه يجهزك للمباريات الافريقيه. انا شايف في مكاسب كمان زي ما انت ذكرت يا خالد في كل التفاصيل دي، في مكاسب للعيبه. يعني انت اتكلمت على وليد ازارو، احمد الشيخ، احمد الشيخ من اللعيبه الكيمياء محتاجين قدر الامكان نستفيد بيها في الاهلي الفتره اللي جايه، لان احمد الشيخ من اللعيبه الموهوبه، واحمد الشيخ من اللعيبه اللي في مدربين لما بتعرف قيمه اللعيبه المهاريه والموهوبه بيبدا يديها في المباراه واحده واحده. انا اشعر ان ريني فايلر وجد الجزئيه دي في احمد الشيخ الفتره الاخيره، لان احنا كنا دايما شايفين ده في الشيخ، بس المدربين كانوا بييجوا بيتعاقبوا على الاهلي ما كانوش بيدوا المساحه او الفرصه لاحمد بنفس القدر اللي شايفه الفايلر مع احمد الشيخ دلوقتي. احمد الشيخ امبارح كان في الستة ياردة، واللي بيعمل الباص عمرو السوليه. انا اقصد ان انا بشوف حاجات في الماتشات للاهلي ما كانتش موجوده قبل كده، واللعيبه بتتحط في مراكز وفي مواقف ما كانتش بتبقى موجوده قبل كده. ما زي ما بقول لك، انت طول ما انت عارف انت بتمرن مين او بتدرب مين انت البطل، انت اللي المفروض تكون مسيطر، انت المفروض اللي بتكون بتهاجم. خلينا نرجع بقى لنقطه احمد الشيخ. احمد الشيخ لاعب كويس، امكانياته عاليه جدا، لاعب يليق بالنادي الاهلي، لكن لابد انه يقاتل شويه، يقاتل على فرصه. لان لما تكون امكانياتك قويه وكبيره لابد انك تكون عارف، وخد بالك في فرق ما بين عدم الرضا بوجودي احتياطي كلاعب كوره وعدم احترام قرار المدير الفني. لابد ان كل لاعب في النادي الاهلي من جواه يكون غير راضي على وجوده، عايز يلعب طبعا، على وجوده شيء ايجابي اكيد طبعا، على وجوده على دكه البلاء. لكن لو ده حصل لابد انه يكون محترم وجهه نظر نظر الجهاز الفني. هي بص، هي شعره ضعيفه بين الاثنين، كل لعيب الاهلي على فكره بتطبقها، هو ده سبب عدم وجود ازمات كبيره او ازمات جوه النادي. بص اي مكان فيه ازمات، واللي يقول لك غير ازمات اللي هو ايه، لا انا عايز العب، لا انا مش شايف افضل قاعد، اللي هيقول لك غير كده يبقى هو بيكذب على نفسه. بس لفت انتباهك امبارح حاجه طيبه قوي، وفي ظل انت بتتكلم ان اكيد بيحصل ممكن مشاكل او ازمات او خلافات او حتى حوارات جانبيه بين اللعيبه في الملعب. امبارح في لقطه الهدف بتاع وليد ازارو، شفت حجم الفرحه والابتسامه لاحمد فتحي وهو موجود بره المباراه ومش موجود في التشكيله الاساسيه، ازاي فرحان بهدف وليد ازارو، جريت اللاعبين كلها على بعض بعد الهدف. خلينا نتكلم في موضوع احمد فتحي وموضوع احساس اللعيبه ببعضها. بص خلينا نفرق ما بين كلمه اللاعبين الكبار اللي هم كبار سنا، لان ما عادش في مفيش في 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 الكوره حاجه اسمها طول ما انت موجود لاعب في نادي كبير بحجم النادي الاهلي وبتؤدي وبتقاتل في مكانك او في مركزك، مفيش حاجه اسمها لعيب كبير. خبرتك بتتكلم على خبره، وجود احمد فتحي، وكان في بعض الناس بتتكلم على فكره المفروض بقى يعني خلاص بقى الناس بره يعني مش جوه النادي يعني اخر سنه شفتها في المانشيتات اليومين اللي فاتوا. يعني انت عايز تفهمني ان فريق زي النادي الاهلي يقدر يستغنى عن اربعه مره واحده بالتاريخ ده؟ طب هو في فريق اصلا في العالم كله بيبقى شباب؟ لازم شباب اللي هو سنه صغير، لازم يكون عندك عناصر خبره، عنصر خبره اللي هو ممكن ما يكونش موجود في الملعب بس موجود مع اللعيبه في التدريبات، يقول له انت المفروض تعمل ايه وما تعملش ايه، يكون موجود معاك في مباراه صعبه ينزل يقفل لك مثلا المباراه. وفي الملعب معظمهم لعيبه شوكر يعني لاعب شوكر. ومعلوماتي انا كواحد مهتم باخبار النادي الاهلي، لا اللعيبه الاربعه في اهتمامات النادي الاهلي، والنادي الاهلي مهتم بيهم، لكن هي بتبقى في اصل النادي الاهلي عارف ان احمد فتحي مثلا وحسام عاشور ووليد سليمان وشريف اكرامي مش هيروحوا يوقعوا اي نادي في يناير يعني. لا طبعا. فالنادي الاهلي عارف هو بيتعامل مع مين، واللعيبه عارفه ان هي بتتعامل مع النادي الاهلي. بتتعامل فين؟ بالظبط. النادي الاهلي مش هيقول له مع السلامه، لا النادي الاهلي عارف هو بيتعامل مع مين. وهما المفروض لعيبه كبار، والنادي الاهلي بيقدر لعيبته كويس. طيب ده كانت جزئيه فنيه في البدايه، واحنا بنتكلم على ختام الاسبوع بمباراه دجله، وان شاء الله هيكون استعداد جيد للاهلي ان شاء الله لمباراه الحرس يوم الاحد الجاي. وزي ما قال خالد الفتره الجايه في ضغط ماتشات، في مباريات كثيره وضغط متوالي، وبالتاكيد فايلر والجهاز الفني هيشتغل على ده بشكل ايجابي ان شاء الله لتحضير المرحله الجايه. واحنا بيهمنا في المقام الاول الوصول بهذه المباريات الى النتائج المرجوه والتواجد بشكل عام او بشكل اساسي في صداره جدول الدوري. لكن القضايا الرياضيه جزء مهم في النقاش معاك في هذه الحلقه، والناس بالتاكيد بتنتظر هذه القضايا لما بنتكلم فيها، لان القضايا احنا مش بنتكلم بنقول راينا، لا احنا بندي معلومات وبنقول كواليس وبنقول الصالح العام ايه، وبيبقى الاهلي كمان
وجهه نظره في هذا الموضوع ازاي، وبالتاكيد بنتناقش في هذه الجزئيه. ابدا معاك باول قضيه، قضيه تقنيه الفيديو الفار. وهنا بيستحضرني تصريح للكابتن سيد انه قال، وده بناء على تصريحه، ان الاهلي سيكون اكثر المستفيدين من تطبيق الفار. تطبيق الفار شايفه تطبيقه ازاي؟ هل سيطبق هذا الموسم؟ هل هناك تصريحات ورديه؟ وتعليقك على تصريح الكابتن سيد في هذا الموضوع. عجبني التصريح على فكره، النادي الاهلي دايما زي ما بقول لك واتكلمنا قبل كده، قلنا دايما محاولات الضعيف انه يجرك لمنطقه انت ما ينفعش تنزل ليها. فعشان كده دايما الكلمه السائده بالتحكيم. ما اعرفش هو في نادي بيكسب بالتحكيم؟ اكتر نادي في افريقيا بيطالب بتطبيق الفار ده اكتر نادي، ده الاهلي وصل شكوى للجنه الاخلاق في الاتحاد الدولي. هو في حد عايز يستفيد من اخطاء التحكيم؟ هيكون هو الاكتر، هو اللي يقدم طلبات رسميه للكاف، هو اللي راح للفيفا، هو اللي كل شويه يروح لاتحاد الكره. طب قلنا الفار، في حد مستفيد من التحكيم؟ ده بيان رسمي من الاهلي لاتحاد الكره، واتحاد الكره قال لك هنطبق الفار السنه الجايه في شهر 6 اللي فات. في حد بقى مستفيد من التحكيم هيعمل كل ده؟ طب مين اللي يعني، هو في حد في مصر طالب اصلا غير؟ اظن التصريح واضح والكلام واضح، اللي بيطالب هو اللي عايز. زي بالظبط، هو في حد في مصر طلع ورفض الاستبدال اللي بيخططوا دلوقتي؟ خلاص الفيديو الاول، ان الاستبدال انا عافاك بتصريح النهارده شفته على يوم السابع. الفيديو خلينا نتعامل، ولو اني ما بحبش الكلام ده، بس خلينا نتعامل مع التصريحات بشكل وردي زي ما انت بتقول. خلاص احنا منتظرين، المفروض ان شفت تصريح لكابتن جمال غندور بيقول ان هما هيناقشوا الموضوع ويعلنوا عن ميعاد تطبيق الفار تقريبا بعد اجتماع بكره. انا مستني اشوف هل الميعاد ده هيجي ولا هو عامل زي بس هي يعني. احنا لما بنسال وبنشوف حتى تطبيق التقنيه، واعرب دوله نفذت هذه التقنيه المغرب، مش هتكلم في اوروبا. المغرب خدت الاجراءات القانونيه والشغل الهيكل التنظيمي لتنفيذ هذه التقنيه منذ الموسم الماضي. فانت عشان تطبق ده خلال شهر او شهرين منذ ان اللجنه دي تم تعيينها، هتعملها ازاي؟ اولا هل انت عندك مساحه وقت انك تدرب الحكام اللي عندك لتطبيق التقنيه؟ طب لما تاخد مساحه الوقت اللي يتدربوا على الموضوع ده، هيلعب مين؟ اللي هيلعب الدوري؟ مين اللي هيحكم مباريات الدوري؟ طب بلاش دي، الادوات اللي هتيجي، الشركه اللي هتتعاقد معاك، هل هي الشركه خلاص الناس عارفاها الشركه بتتعاقد معاك وهيكون التقنيه موجوده في كل مباريات الدوري ولا مباريات بعينها؟ طيب التكلفه هل حددتها؟ ده في تفاصيل كتير. انا يعني لو انت بتقول هتطبق ده للسنه الجايه هقتنع بيك واقول لك اوكي وابدا اشتغل اوف لاين كتجربه عمليه. خلصت؟ انت عمال تتكلم على حاجات فيها نظام وفيها ترتيب وفيها حاجات ده لسه موافقه المجلس الاتحاد الدولي كمان. ده فين الكلام ده؟ فين يعني؟ ما دي الاجراءات القانونيه المتبعه. ايوه سيبك من موضوع القانونيه، كل ده ورق وبيخلص هو بيحصل، لكن الفكره كلها انت بتطبق النظام في كل حاجه زي كده يا محمد. لما خلاص انت ازاي هنعمل وازاي هنسوي وازاي، مش كل حاجه بتطبق فيها نظام يعني. مش كل حاجه ماشيه عندك بنظام. انت المغرب السنه اللي فاتت كانت بتطبق، انت كنت بتشوف لجنه تدير لك الامور. مظبوط، في فرق، المفروض لجنه بتدير لك الامور، لكن انا مش شايف لا لجنه ولا اداره، مع احترامنا الكامل ليهم يعني. انا مش شايف حاجات خارقه حصلت يعني في هم مش مطلوب منهم يا سيدي معاك، ان هم مش مطلوب منهم حاجات خارقه، لكن حاسس ان مفيش حاجه اختلفت خالص. انت عايز قرار على ارض الواقع تحس ان في جديد حصل. ايه اللي حصل جديد من ساعه ما؟ لا بقول لك انت عايز تحس بده. ما انا بسالك اهو، اسمح لي انا اسالك دلوقتي، ايه اللي حصل جديد في الكوره المصريه من ساعه ما الناس دي جت لحد ما هتمشي؟ ايه السياسه؟ طب سياستهم ايه؟ تسيير الامور، يطلع يقول احنا بنسير الامور والدنيا هتمشي كده لحد ما يجي اتحاد كوره. طيب المهم بقى اللائحه اللي هيجي على اساسها اتحاد الكوره، انتوا فين منها؟ احنا خطبنا الانديه عشان تبعت مقترحاتها، مفيش حاجه اسمها انا خطبت الانديه عشان تبعت مقترحاتها. بس في النهايه قال لهم الفيفا عرض، في حاجه اسمها انا بحط نظام اساسي وابعته للناس. عاجبكم الكلام ده؟ طب عايزين تعدلوا فيه بنود، انما اقول لك ابعت لي لائحه من عندك عشان اشوف مقترحاتك ايه. ايه ايه ده؟ في انهي يعني، في شرع مين؟ مين اللي قال لهم ان اللوائح بتحط بالشكل ده؟ بس اللائحه اتحطت على فكره. اتحطت وبعدين؟ بغض النظر عن التعديلات اللي هتيجي من الانديه او اقتراحات الانديه، بدليل ان حتى كان طلع تصريح لاحد المسؤولين في الاتحاد ونشر على اليوم السابع حتى، مصدر مسؤول، ومصدر مسؤول، ما هو واتقال فيه ان الاتحاد الدولي بيقترح ان المجلس يكون 9
واصلا الاتحاد الدولي مش علاقه بالعدد، يعني هو العدد هو مديك رينج معين. طب انا شفت حد قال لك حد اقصى، انا شفت صاحب بيقول لك مصدر مسؤول بيقول انه تحديد السن هو من 60 ما اعرفش 70 سنه، وتصريح بيقول لك لازم يكون وجود المراه حتى لو قللنا عدد المقاعد. مالهاش علاقه. طب هقول لك على حاجه، هو ده مش موضوع المفروض حتى يكون في حوار؟ طبعا حوار. هو الاهلي لما عمل لائحه مش عمل حوار مجتمعي؟ مين؟ الاهلي لما عمل لائحه مش عمل حوار مجتمعي؟ ده الاهلي. الاهلي باعتراف عضو مجلس اداره اتحاد كوره سابق الكابتن سيف زاهر طلع وقال الوحيد الاداره المكان الوحيد اللي بيدار بسيستم هو النادي الاهلي، وقال كده الناس هتهاجمني او هتقول لي طب ما انت كنت في اتحاد الكوره اللي فات وما كنتش بتطبق بسيستم. قال لك، وعلى فكره ما جاوبش على الكلام اللي هو بيقوله، يعني هو لما قال الناس هتهاجمني علشان انت ما كنتش بتطبق سيستم ما قالش ما طبقتش سيستم، ما قالش ليه. يعني هو في النهايه قال لك هو النادي الاهلي هو اللي بيطبق سيستم واحنا ما كناش بنطبق بسيستم والناس هتهاجمنا عشان ما كناش بنطبق بسيستم، هو ما قالش ليه بقى وما كناش بنطبقوا بسيستم. مفيش نظام هيحصل، النظام ده بيكون رغبه حقيقيه عند الناس، عند مجموعه معينه كده تحط نظام تشتغل عليه. انا لحد دلوقتي مش شايف نظام، ولا شايف حتى مع احترامنا الكامل لكل الوجوه وجوه تقدر تطبق، مش محتاجين طفره، محتاجين حاجه محترمه، لائحه، حاجه تطلع لينا. مش مجرد ان احنا نعمل مؤتمر حلو ونعلن فيه مسابقات وفي الاخر كل اللي تم اعلانه كله اتفركش بعد كده، ما حصلش، كله اتفركش. بغض النظر عن ظروف خارج ارادتك. لا بس عايز اقول لك حاجه، انت كويس فتحت الجزئيه دي، كله اتفركش وبعد ما الدوري توقف 40 يوم وقلنا فرصه كويسه انك تعمل تعديل في اللائحه وتحل التضارب اللي كان فيها بسبب موضوع فكره ان مين اللي يختار مين لو الامن اجل مباراه مين اللي يقوم بدوره، فضلت زمهيه. ولما بعت لك الجدول الدوري الجديد المعدل حط فيها نفس السطر اللي انا عرضته قبل كده في ختام الاسبوع ال 17 مكتوب فيه بند مخالف للائحه المسابقات نفسها اللي هو بعتها، مكتوب فيه بند مكتوب فيه ان الامن لو اجل مباراه انا كاتحاد كوره ااجلها دون الرجوع للنادي. فاكر البند ده؟ فاكر بس زي ما بقول، فضل زي ما هو ومفيش حاجه اتغير. يعني لو حصلت مشكله في اي مباراه الفتره الجايه هنعيد نفس القرار اللي حصلت قبل كده في مباراه الاهلي والزمالك. محمد وانا قلت لك برده في نفس المكان، احنا غيرنا وشوش بس مفيش حاجه حصلت، مفيش سياسات اتغيرت، بس هو ده هو ده. فزي ما بقول لك الفار، خلينا نتكلم ان في تصريحات رسميه خرجت من الكابتن جمال الغندور ان الفتره اللي جايه وان الموسم ده او بدايه من الدور الثاني هيكون في فار. نتمنى، اتمنى، بس الوضع القانوني للتطبيق التقنيه هيبقى صعب جدا. اعتقد ان هم قيل برضه كم يعني اتمرنوا على التقنيه غير اثنين، جهاد جريشه ومحمود ابو رجال، ومحمود رجال اصلا مش عندك دلوقتي في مصر، محمود ابو رجال في الدوحه بيحكم مباراه كاس عالم انديه. لا انا محمد، هو كل حاجه بتحصل بالتدريب في البلد في 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 لا ده لازم، ده شرط اساسي من الفيفا. لا 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 ما فيهاش هزار، شرط اساسي من الفيفا لازم الحكام يتمرنوا على التقنيه فين والتدريب بيكون فين؟ من خلال الاتحاد الدولي اكيد، يا اما تبعتهم ياخدوا كورس بره يا اما يتمرنوا في مصر. اعتقد ان هو اقيل يعني، او كان في تصريح الكابتن جمال غندور بيقول ان احنا خاطبنا الفيفا وشغالين في الاجراءات دي، فاعتقد ان هم خد بالك لسه على الدور الثاني فتره. الدور الثاني هيبدا اول ثلاثه. طيب احنا النهارده في اخر 12 ماشي، اللي هو خاطب اتحاد الكوره ممكن هيتمرنوا فتره التدريب قد ايه؟ ما دي برضه بتخضع فتره التدريب قد ايه؟ في ماتشات هياخدهم امتى؟ هي دي المشكله، ده اللي انا قصدي على فترات بقى. بص هو يدير اموره زي ما هو عايز، هو احنا زي ما قلت لك في الاول احنا بنتعامل مع تصريح مسؤول للكابتن جمال غندور، خلينا نشوف. طيب الجزئيه الثانيه هي متعلقه بالاستبدال، وقبل ما تقول تفاصيل الموضوعات اللي عندك ورايك في هذا الموضوع او شايف الموضوع ده ازاي، النهارده كان في تصريح على اليوم السابع مصدر مسؤول في اللجنه برضو بيقول لن نناقش ملف زياده الاستبدال. لن ولا لم؟ لن، الا في حاله واحده. ايه بقى؟ وهي وصول طلبات رسميه من ال 18 نادي تفيد برغبتهم في زياده الاستبدال، وقتها اللجنه ستناقش الامر. طيب انا بقول لك مش صحيح. اي حاجه. ايه اللي مش صحيح؟ الكلام او ده كلام المصدر واحد بس. لكن خلينا نكون واقعيين يا محمد. هو المصدر ده برضو نفس الامر راح لكذا مكان، يعني كان نفس التصريح في كذا مكان. بغض النظر. خلينا نتناقش مع حاجه في حاجه مهمه جدا يعني. دلوقتي انت بتتكلم عن الاستبدال وهو بيقول لك لن نناقش الا، دي بالونه بقى. عارف انت زي ما بيقول لك ايه، كلام حلو قوي كويس قوي ولكن دي بالونه. اتحاد الكوره الفتره اللي فاتت كلها من ساعه ما جه ورجع لقراراته، مفيش قرار تم اتخاذه الا ما بيطلع قبله بالونات اختبار نشوف رد الفعل. طبعا عدت اطلع بالقرار،
ما عدتش الكلام خلاص بقى، ما طب ده هيعدي ولا مش هيعدي؟ مش وقته. هيعدي ولا مش هيعدي؟ السوشيال ميديا هاجت. لا 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 استنى بقى شويه، زي ما بقول لك دي كده بالونات اختبار. ده دي طريقه اداره على فكره، ده موجود، ولو حب حد يناقشني فيها خلينا نشوف كل القرارات الكبيره، ولو ان هي كانت قليله يعني، خلينا نرجع قبلها للاخبار اللي كانت قبلها، اكد مصدر مسؤول ان كذا كذا هيحصل. فلما الناس ما تاخدش بالها او تعدي في السكه يطلع قرار بالليل الساعه 12، هو مش في النادي الاهلي كان في بيانه كان حذر من بيانات الساعه 12 دي؟ بالليل. لكن البيانات او القرارات اللي تطلع الساعه 12 بالليل دي فرقتها ايه؟ ما هي دي ما كان تعيق على الحاجات اللي زي كده. فزي ما بقول لك دي بالونه من بالونات اللي بتتصرف، لكن اللي حاصل واللي بيتجهز له واللي بيترتب له ان، طب خليني اسالك سؤال، لو 16 نادي بعته هيوقفوه على نادي ولا اتنين؟ هيمشوه. هي كده ليه؟ هيقول لك ده الاغلبيه، مفيش حاجه اسمها بالاجماع، المصلحه العامه اقتضت ده. وزي ما قلت لك وقلناها قبل كده، والكابتن سيد على فكره هو اشمعنى الكابتن سيد كل شويه بيكرر التصريح؟ غاوي تكرار يعني؟ لا، لان الكابتن سيد عارف اللي بيحصل. عارف اللي بيحصل. لا، وجرب حاجه في بدايه الموسم، والنادي الاهلي كان على فكره النادي الاهلي كان من مصلحته الموضوعات دي يكون فيها مساحه في بدايه الموسم، بس انت طالما حطيت نظام وقلت للنادي الاهلي لا القايمه هتبقى 30 الاستبدال 5، طب تيجي نحسب حسبه تانيه، تيجي نحسب حسبه تانيه، الاهلي كان على قايمته اكتر من 40. النادي الاهلي دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ممكن يكون نظريا وعمليا لو اتفتح هيكون اكبر ومن اكبر المستفيدين من الاستبدال، هيضم مش انت عايز ما هيضم كام لعيب اكتر من الاثنين لعيبه الموجودين النادي الاهلي. بس الفكره باصص لقدام، باصص لفكره في النظام نفسه، لو كل واحد قاس اللوائح وفصلها على ظروفه مش هيبقى فيه دوري ولا هيبقى فيه لوائح. هتصحى الصبح هتلاقي في نادي عايز الاثنين لعيبه بعيد عن فتره انتقالات، يخلوهم يفسخوا عقودهم من حته ثانيه ويقول لك ده لاعب حرا ليه حق. انت كده بتخلي مبدا تكافؤ الفرص انت الاساسي ما عادش فيه خلاص بقى، مبدا ايه؟ ما عادش فيه مبدا اصلا. قصه انك تغير اللائحه في اي وقت انت عايزه وسط الموسم ده بيهدم كل حاجه اسمها اي حاجه تمت للنظام بصله. وده اللي النادي الاهلي متمسك بيه، وانا شفت بعض الناس وجماهير الاهلاويه بتقول لك طب احنا بنستفيد، انت هتستفيد دلوقتي، بص قدام، بص فكره ان اي حد ممكن يصحى من النوم يقول لك انا عايز اغير النظام. واللي بيحصل دلوقتي وانا بقوله لك اللي بيحصل ان في بعض الانديه بيتواصلوا مع بعضهم دلوقتي ان هم يقدموا طلب لاتحاد الكوره يقول لك المفروض تديني فرصه استبدال اتنين لعيبه مصابين لو اصاباتهم هتمتد لنهايه الموسم. يعني اي لاعب عنده صليبي او ظروف مثلا انا دلوقتي واللي انت هتعمله ده هيصب في مصلحه المنافسه وهيخلي المنافسه قويه وهيخلي، طب ما النادي الاهلي عنده ممكن عنده محمد محمود وعنده ممكن حمدي فتحي متاخر شويه وممكن نفس القصه ويجيب لك تقرير طبي، طب ما هو ممكن اي نادي عنده لاعب مصاب بغضروف هي هتبقى بالتقارير الطبيه؟ امال ايه؟ يا نهار ابيض انت دخلنا في حوار كبير، اضرب بقى ما انا بقول لك. فزي ما بقول لك هي الفكره فكره كده في المدرسه عايز هي الفكره فكره عايز اخد حصه غياب لو كمان ايه؟ هم ثلاث اربع انديه وخمس انديه شغالين دلوقتي وهيقدموا طلب ويقول لك ايه؟ يطلع بقى مصدر زي بالونه اللي فاتت دي يقول لك احنا بندرس الموافقه على الطلب، فيروح الناس الرافضه والناس اللي ما عندهمش مصابين كتير يبعتوا لاتحاد الكوره لا انت اشمعنى هتعمل استثناء للمصابين انت ما تعمل لي انت كمان؟ قال خلاص يبقى للكل يلا بقى تبقى هيصه. شفت؟ هي دي الفكره، عشان كده بقول لك ده سبب تصريح كابتن سيد المتواصل ان احنا رافضين الاستبدال، رافضين الاستبدال لانه عارف ان العمليه مش هتعدي كده. الامور مش هتعدي كده. نفس القصه يقول لك ان النادي الاهلي غير نص الفرقه في مثلا يعني مجازا في السنه اللي فاتت، طب ما هو كان اللوائح ساعتها بتقول كده. اللائحه بتسمح بده؟ ما اللائحه بتسمح بده. طب اقول لك على حاجه، فاكر لما قال لك انت غيرت لعيبتك في يناير ولعبوا الدور الاول والمفروض انتقالات يناير ده عشان يلعبوا الدور الثاني؟ فاكر الجمله دي؟ فاكر. الدور الاول السنه ده هيخلص امتى؟ 18/2 يعني بعد انتقالات يناير بقد ايه؟ بشهر ونص. بشهر. بشهر 31 بشهر. بشهر. يبقى مالهاش علاقه. ما طبعا مالهاش علاقه. يعني ايه اللي انا جبت انتقالات يناير لعبوا معايا الدور الاول؟ يعني ايه مش فاهم؟ مالهاش علاقه. فاكر انت ربط التواريخ ده اللي اتقال وقتها في انتقالات يناير لما الاهلي جاب حسين الشحات والقصه اللي حصلت؟ فاكر. طيب هي فكره الاستبدال عشان بس اكد على معلومه مهمه جدا للناس لازم تبقى فاكراها. ارجعوا كده بالتاريخ يا خالد لوقت الموضوع القيد الافريقي والمشاكل اللي حصلت الموسم الماضي لما الدوري استكمل بعد كاس الامم والنادي الاهلي حذر من ده وقال ده هيكون ليه تبعيات سلبيه جدا
لان ده هيكون ليه اثر سلبي في الموضوع الاستغناءات عن اللعيبه سواء من الناحيه الفنيه او الناحيه الماليه. والنادي الاهلي وقتها كان فعلا عنده قوام كبير جدا من اللعيبه، كان محتاج ياخد فيهم قرار او يشوف موقفهم بعد نهايه الموسم. فالموسم لما استكمل بعد كاس الامم بقى مساحه الوقت ضيقه جدا. ده اكبرك لما جت بقى لجنه شؤون اللاعبين وقتها واتحاد الكوره قال لك لا ده القايمه هتبقى 30 والاعارات 5 والاستبدال 5. طب انت كده بتتكلم في عدد لعيبه والغى كمان مواليد 97، فضيع لك ما يقرب من حوالي 15 لاعب في مرحله الناشئين، ومحتاج تستغنى عن حوالي من 5 لـ7 في الفريق الاول. شوفوا كل هذه الخسائر، لكن مع ذلك الاهلي التزم وعمل مؤامات وحدد قائمته وما اخطاش اخطاء اداريه في عمل القائمه. ده مين اللي حد مين اللي حط اللائحه دي؟ اللائحه دي اتعملت كانت في بدايه مش متذكر امتى بالظبط، كان في عمل اللجنه المؤقته ولا المجلس السابق، لان هي كانت جايه في المرحله الانتقاليه اللي حصلت. للاسف على فكره اللائحه مجحفه فعلا وظالمه، وخد بالك مش هنقول ان مين ليه حق انه يطلب الاستبدال. فكره انك ما بصيتش للمستقبل، فكره انك بصيت هي الفكره دي، الفكره الناس اتعودت ان الامور بتدار بلغه المصاطب. هنحط لائحه النهارده ونغيرها مش مشكله وقت ما احنا عايزين. فاكر ان هو لما زود عدد اللاعبين الاجانب؟ ما انا بقول فاكر؟ الاهلي كان عنده 3، في انديه ثانيه كان عندها 5 و6. لو كل نادي، انا بفكر الناس بس، بص لو كل نادي حط في دماغه كده انه اللائحه دي مش هيتغير، كل مدير كوره وكل جهاز فني هيفكر كتير جدا انه يشتغل على النظام، يقيد مين دلوقتي، يقيد مين دلوقتي ويسيب ايه ليناير. لكن فكره احنا ماشيين طول عمرنا كده، طول عمرنا يا سيدي غير مش مشكله، يعني ده عشان صالح الكره المصريه. نفسي افهم ونفسي الاقي صالح الكره المصريه اللي الكل بيشتغل علشانه وما بلاقيهوش في الاخر. ده لصالح الكره المصريه، الاجانب كانوا 3 خلوهم 5، اللاعب العربي من شمال افريقيا خلوه مصري، لكن من السنه الجايه نرجع تاني لو عايز تعير 2 اجانب، بعد ما كان الاول في اللائحه ما كانش فيه عرض للاعبين الاجانب. اتعملت مؤامات في النهايه عشان تتظبط القوائم وما يبقاش فيه مشاكل. المؤامات دي اسمها قاعده العرب. وبعد ما خلصت ده برضه عايزين نعمل مؤامات تانيه في يناير، وهنفضل نعمل كده لان الناس الموجوده في النظام هي ما خرجتش منه. مش انا اسف على كلمه نظام، الناس الموجوده في اللعبه، لعبه الكوره، خليها اللعبه مش نظام. اللعبه هي اتعودت على كده، وقت ما انا عايز اغير وقت ما انا عايز اغير، بس هي دي الفكره. طيب ده برضو يخليني اسالك على فكره الصفقات بس من منظور تاني. شغف الجماهير بموضوع الصفقات والسوشيال ميديا وانا للاسف، وانا حتى قلت الكلام ده في الايام اللي فاتت، قلت انا شايف موضوع الصفقات والانتقالات بقى موضوع سنوي مش موضوع رئيسي. في قضايا رئيسيه زي ما كنا بنتكلم فيه، موضوع الاستبدال والتحكيم الافريقي والقضايا اللي هي الكبيره اللي بيبان فيها قوه الاعلام الرياضي وتاثير الاعلام الرياضي على هذه القضايا. لكن فكره ان احنا دايما السوشيال ميديا بتاخد الناس في جزئيه الصفقات، لا، والشغف الجماهير بالصفقات، مين بيأثر على مين؟ يعني هل الاعلام اللي بيأثر ولا السوشيال ميديا اللي بتأثر؟ لا هي دي طبيعه جمهور كوره ما بيشغلوش قوي القضايا الصعبه دي بالنسبه له، يشغلوا انا خدت مين، انا خطفت ايه قبل ايه، بس ده نتيجه تاثير مين؟ لا ده طول عمره من قبل السوشيال ميديا، طول عمره تاثير الاعلام على الجماهير. لا هو الجماهير بتحب اللعبه الحلوه، الجماهير بتحب فكره ان النادي بتاعه يبان انه قوي، فكره ان النادي بتاعه يبان انه وقت ما عايز لاعب معين هاخده. الجماهير عايزه كده. الجماهير بتحب الانتصارات بره الملعب وجوه الملعب. الجماهير بتحب ان هي تتعاقد مع اصول مش مع صور. الجماهير بتحب دي، بتحب زي ما انت بتجيب جوان في الملعب تجيب جوان بره الملعب. ده موجود على فكره على مدار التاريخ، خاصه في اسمه صراع الصفقات، ده ما بنقول عليه في صحافه. بس اللي بيبني الثقافه دي الاعلام. لا هو الجمهور. احنا في الاول وفي الاخر يا محمد، قبل ما نشتغل في الاعلام احنا جمهور. ماشي، وكان الاعلام مش زي ما انت متخيله على ايامنا. ما خد بالك الموجود دلوقتي مش هم، يعني السوشيال ميديا لسه من وقت قريب احنا اللي شكل وعينا اصلا المفروض الجرايد حقيقي، ما كانش فيه قنوات فضائيه بالشكل اللي انت شايفه والشكل ملموس. احنا حتى قبل الجرايد احنا كنا بنروح نجري الجرايد نشوف الاهلي جاب مين او هيجيب مين او خطف انهي لاعب من انهي فريق. كنا بنروح نجري على الجرنان عشان نعرف، مش علشان الجرنان هو اللي اثر علينا، لا ده مطلب لينا احنا. فبالتالي انا بقول لك من وجهه نظر جمهور، ان انا كنت ان انا واحد منهم في الاخر، انت انا وانت بغض النظر عن، فكرتني بايام لا لما كنا بنروح نجيب الجرنان عشان نشوف الصفقات، فكرتني بايام شريف عبد الفضيل معتز اينو، فاكر انت؟ طبعا فاكر الايام دي. طبعا جده، لا حاجات كتير. بص النادي الاهلي ده كان سجال، النادي الاهلي ما بيدخلش في صفقه
اللي ولا بيقدم عليها خطوه لما بيكون عارف هو بيعمل ايه بالظبط. بغض النظر صفقه جده يرجع لها، كله قال لك من حق ومن حق وهعمل وبتاع. النادي الاهلي هو اللي طلع صح في الاخر، ده حقيقي. النادي الاهلي عارف بيعمل ايه وحافظ على شخصيات واسماء كبيره بالظبط، وعارف اللوائح، وعارف اللوائح اللي بتخليك دلوقتي قاعد رافض الاستبداد، لان عارف اللوائح. فبالتالي عمري ما هروح اجيب لاعب وانا عارف ان عليه مشكله وهسبب مشكله عندي اطلاقا. مستحيل اطلاقا. النادي الاهلي عارف بيعمل ايه كويس قوي. وامتى وفين؟ وفين؟ امتى وفين؟ بالظبط دي اهم حاجه، امتى وفين؟ طيب موضوع الصفقات مش قلق، هو شغف. شغف. انت سالت سؤال فحبيت اجاوبك عليه. هو شغف. عايزين امتى وازاي؟ هو شغف. بس ممكن يوصل لمرحله القلق؟ لا، هو المفروض حتى لو وصل لمرحله قلق الناس ترجع بالتاريخ، مش لورا بقى، مش لبعيد. الفتره الانتقالات اللي فاتت الناس كانت بتضغط ضغط كبير على اداره النادي الاهلي، فين الصفقات؟ فين الصفقات؟ شفت الصفقات؟ قال لك ده احسن مجلس واحسن صفقات واحسن الانتقالات اللي قبلها. فين الصفقات؟ احنا متاخرين، احنا مش عارف. طب في صفقات معينه تفضل الناس عارفاها والناس تفضل تتكلم عنها واحنا خلصنا، والا النادي الاهلي ما يطلعش يتكلم. ما يطلعش يعلن. النادي الاهلي عارف بيعلن عن حاجه، لان في ممكن في الغرف المغلقه مش متاح الحديث فيها. النادي الاهلي عارف الخطوه اللي هيعملها امتى. النادي الاهلي لا يدفع لاتخاذ خطوات، النادي الاهلي بيتخذ الخطوه اللي شايف هيعملها امتى، هو عارف ده كويس. وده شيء متبع، ودايما الجماهير حتى في موضوع الصفقات بتبقى عارفه مدرسه النادي الاهلي في الجزئيه دي تحديدا. ما بتعلنش غير لما بيكون اللاعب مرتدي تيشيرت النادي الاهلي وجوه النادي الاهلي، وبعد ما يتقيد كمان ويتحط على قائمه الفريق بشكل رسمي. وده الشيء الصح اللي متبع عبر تاريخ النادي الاهلي، ودايما مدرسه معروفه كده جوه النادي الاهلي. طب جزئيه اخيره وسؤال اخير، هل السوشيال ميديا لها تاثير على الاعلام، الاعلام الرياضي، ولا الاعلام الرياضي هو اللي بقى جزء من السوشيال ميديا؟ لا لا لا، السوشيال ميديا بقى لها تاثير فعلا. لا لها تاثير فعلا، ومش عايزين نغفله، ومش الاعلام الرياضي بس، السوشيال ميديا بقى لها تاثير على كل مناحي حياتنا. خلينا في الرياضه. مؤثر جزء الرياضه. مؤثر. انا لسه كنت بقول لك ان اتحاد الكره بيبلونا ويشوف السوشيال ميديا عامل ايه. لو معديها فبيعديها، لو مش معديها بيقول لك انا ما قلتش حاجه، ده مصدر، ده انتوا بتحاسبونا على كلام حد قال انه مصدر مسؤول. نفسي يلغوا في سياق الصحافه المصدر المسؤول. لا لازم. او المصدر المقرب. مش هيحصل. يعني اتمنى كده رابطه النقاد او مش هيحصل، لان مش تضع معيار اللي يكتب الخبر بالشكل ده يمنع نشره. مش هيحصل لان المصادر نفسها عايزاك تفضل مستمر كده. بس الامر يتوقف على الصحفي. لو عايز يدي مصداقيه للخبر يرسل يكتب اسم المصدر. ما لا، ساعات اوقات كتير لابد انك تحافظ على المصدر يا احمد. شفت بقى المقامات؟ طبعا لابد انك تحافظ على المصدر. شفت المقامات؟ لازم. طيب كلمه اخيره تحب تختم بيها حوارك. احب اقول ان زي يعني اللي انا قلته قبل كده، ان النادي الاهلي معاه، ما تقلقش على الصفقات لكن خليك شغوف، لان الامور ماشيه بشكل كويس، والنادي الاهلي عارف خططه ماشيه ازاي. وبرده هعيد واكرر، النادي الاهلي لما بتعاقد بتعاقد مع الصفقه اللي تفيده، الصفقه الحقيقيه، مش اشباه صفقات او صور. بالظبط كده. زميلي العزيز خالد الاتريبي، انا بشكرك شكرا جزيلا، ودايما موفق، وان شاء الله دايما نلتقي كده على ان شاء الله على خير ان شاء الله في حلقات اخرى قادمه. واكيد دايما القضايا موجوده والقضايا الرياضيه ما بتخلص، والساحه الرياضيه في مصر دايما مليئه بالكواليس والاحداث. اكيد اكيد. شكرا، وشكرا لدايما جماهير الاهلي اللي دايما منوره القناه ومتابعه القناه ووقفه ورا القناه. اكيد اكيد، شيء طيب باذن الله. واللي جاي ان شاء الله هيكون افضل للنادي الاهلي في جميع الملفات، وان شاء الله ننتظر اللي جاي في مفاجات جيده ان شاء الله. والنادي الاهلي في كل مش يعني في مشوار الكوره تحديدا المحلي والافريقي، ان شاء الله النادي الاهلي السنه دي في شغل كبير جدا، وباذن الله تكلل كل هذه المجهودات في النهايه ببطولات ان شاء الله. وده كلنا بنشتغل على ده، ان في النهايه انت عايز تكسب بطولات، مش بتكسب صفقات بس، لا، في النهايه اهم حاجه جوه الملعب تكسب بطولات. وده الشيء النادي الاهلي بيبقى هدفه الرئيسي لما بيجيب لعيب، بيجيب اللعيب للمرحله اللي هو عايزها في التوقيت ده، لكن في النهايه المكسب في الملعب والفوز بالبطوله ده الهدف اللي في النهايه بعد كذا سنه هيقول لك الاهلي فاز ببطوله، مش فاز بصفقه او اتنين. وعبر تاريخ النادي الاهلي دايما ده شيء متبع وشيء اساسي جوه النادي الاهلي. بشكر الزميل العزيز خالد الاتريب على هذه الفقره الصحفيه بخصوص المتابعه الاعلاميه للقضايا الرياضيه، واخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نجم كبير من نجوم النادي الاهلي سطر تاريخ في القلعه الحمراء في فتره سابقه، من اللاعبين المحظوظين اللي لعبوا مباريات عالميه في استاد القاهره الدولي لما كان بيحضر 100,000 و120,000، كابتن سعيد عبد العزيز الظهير الايسر للنادي الاهلي.